السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله في حلقة جيدة. أعتذر لأنني منذ مدة لم أقوم بعمل حلقة على قناة اليوتيوب، لكن من الأمس أيضا سأقوم بعمل حلقات قليلة نوعا ما ولكن احترافية ودة محتوى رفيع. لذا اليوم سأقوم بالتطرق إلى موضوع مهم، وهو طريق عمل الدعاية للشركات على صفحتك على فيسبوك انستغرام واليوتيوب، وطريقة أخذ مقابل مادي على مدى ستقوم به. كما ترون توصلت الأسبوع الماضي من شركة أبورو. كما ترون شركة أبورو هي شركة رائدة في مجال المجوهرات. قمت بالتوصل بهذه العلبة، توجد فيها سوارين رائعين. سأقوم بعمل أنبوكسين لهم خفيف، وبعدها سنقوم بالتطرق إلى الطريقة وطريقة العمل على التواصل مع الشركات لعمل لهم دعاية. كما ترون هذه العلبة توصلت من شركة أبورو. سأريكم طريقة التواصل معهم وتواصل مع جميع الشركات. هذا هم السوارين توصلت بهم، سوار رائع جدا. وهناك كما ترون البوكس الخاص بالعلبة رائع جدا. هناك تجد مكان لحفظ السوارين، وأيضا بطاقة توجد فيها جميع المعلومات الخاصة بالشركة، وهناك كتيب يشرح طريقة الاستعمال الخاص بهم وطريقة صنع هذه المجوهرات. كما ترون هذه السوارين الخاصة بهم. كما ترون هذو هما السوارين الخاصة بهم توصلت بهم. هناك نوعان من هذه السوارات. كما ترون النوع الأول هو النوع القديم، والنوع الثاني هو النوع الجديد. بالنسبة للنوع القديم فهو يتوفر على قطعتان ألماسية في كل قطعة صغيرة. كما ترون في السوار هناك يظهر لكم كل شيء بالتفصيل. وفي السوار الجديد هناك 3 قطع ألماسية في كل قطعة صغيرة. كما ترون هناك فرق بين السوارين، هما نفس الفئة ولكن هناك النسخة الجديدة والنسخة القديمة. يعطي لمعان خطير جدا عندما تكون أشعة الشمس أو إضاءة جيدة. وهكذا يمكنك أيضا إذا كانت لديك صفحة على الفيسبوك أو إنستغرام أو شيء مثل هذا القبيل تقوم بصنع محتوى، يمكنك تقوم بالتواصل بمجموعة من السلع وتقوم بأخذ مقابل مادي لعمل دعاية لهم. كما ترون هذه هي البراسلت الخاصة بهم. والآن سنقوم بالتطرق في الحاسوب لطريقة إيجاد الشركات ومراسلتهم. كما ترون هذا هو موقع خاص بموقع أبورو. الآن سأقوم بإعطائكم طريقة التواصل مع الشركات لعمل شراكات معهم في قناتك على اليوتيوب انستغرام أو الفيسبوك. كما ترون هذا هو موقع خاص بأبورو. سأعطي مثال بموقع خاص بهم. هناك تجد جميع المجوهرات الخاصة بهم، كل شيء. هناك بيست سيلر، هناك أبورو انفلونسرز. كما ترون قاموا بالعمل مع جاك بول، لوغان بول. هناك نصرة، مجموعة من الانفلونسرز المعروفين في العالم. وهناك تجد جميع البروداكت الخاصة بهم. طريقة التواصل معهم سهلة جدا. هناك كما ترون يعطيك جميع المعلومات، وهناك تقوم ببحث على influencers program، هناك collaboration، بعدها تقوم بالضغط عليها. وهكذا يمكنك أن تقوم بالتواصل معهم على الإيميل الخاص بهم وتقوم بإرسال لهم رسالة. كما تعرفون مجموعة من الأشخاص لديهم مشكل في اللغة الإنجليزية، مشكل بالضبط في الرسالة التي تقومون بإرسالها للشركات. سأقوم بإعطائكم مثال حول الرسالة في الديسكريبشن على رابط. إلى هناك مشاهدينا الكرام تنتهي حلقتنا هذا اليوم. أتمنى أن تنال إعجابكم، ولا تنسوا الضغط على الاشتراك في القناة والجرس توصلوا بكل جديد حول قناتنا. إلى اللقاء.